اهلا ومرحبا بكم احبتي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج صباح المتنبي. كالمعتاد احبتي المشاهدين ستاخذنا كاميرا البرنامج هذا الاسبوع بجوله في شارع المتنبي، نسلط فيها الضوء على الفعاليات والانشطه الثقافيه التي تقام في هذا الشارع كل اسبوع. كذلك ستكون لنا وقفه حواريه مع ابرز رواد شارع المتنبي، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين، نلتقي الآن بالباحث في علم الاجتماع الدكتور أحمد الزبيدي. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا بك أستاذ حيدر وبرنامجكم، يا أهلا ومرحبا. دكتور أحمد، ماذا يمثل لك شارع المتنبي؟ حقيقة شارع المتنبي هو المتنفس الوحيد للمجتمع، يعني ويجمع كل الثقافات اللي موجودة عندنا في داخل المجتمع. وإذا تحب نتكلم يعني بتفصيل أكثر، أنه نلاحظ الثقافات المتنوعة اللي موجودة في داخل هذا الشارع، سواء إذا كان على الأعمار المختلفة اللي هي يعني الأولاد والشباب والنقاد والأدباء، يلم جميع الطبقات المثقفة في المجتمع، وهذا يمثل عندنا حضارة بلد، وهو تلاقي الأفكار. نلاحظ الثقافة ما تتم إذا ما يصير عندنا تلاقح أفكار ونجمع الخبرات اللي موجودة بين الناس. على سبيل المثال، المكان اللي احنا جالسين به هسه عندنا الأدباء والفنانين اللي موجودين يحكون عن سيرتهم الذاتية والحياة اللي موجودة والأعمال والنشاطات، فتلاحظ يعني يستقبلون الآراء والأفكار بروح يعني أرحاب بالصدر، وتنتقل إلى شخصيات أخرى ومقسم أدباء وكتاب يدونون هذا المجال اللي موجود داخل المجتمع. نعم نعم. طيب، نرى أن المتنبي يقتصر على يوم الجمعة فقط، في حين أن البعض يدعو إلى أن تكون هذه الظاهرة، هذا اليوم الثقافي، يعني مطل على جميع أيام الأسبوع، ويكون جميع أيام الأسبوع هي تجمع ثقافي وملتقى أدبي في شارع المتنبي. أما البعض الآخر فيرى أن يوم الجمعة واقتصار المتنبي على يوم الجمعة يزيد متعة اللقاء ويزيد من نكهة التلاقي ومن نكهة الأعمال الفنية والفعاليات التي تجرى في المتنبي. مع أي من الرأيين أنت دكتور؟ حقيقة هو المثقفين اللي ينجمعون بهذا الجانب، خاصة يوم الجمعة. أغلبيتهم أو القسم الأكبر أن هم موظفين أو مرتبطين بدوائر، فتلاحظ يوم الجمعة هو المتنفس الوحيد لهم، فحصيلة ما يدور في أسبوع كامل من أعمال وإنتاجات أدبية وثقافية وفنية أصير الحصيلة مالتها يوم الجمعة، وهو يستحسن أن يكون يوميا يعني، بس كل من المجال مالته. لاحظ الملتقى اليومي اللي موجود قليل، بينما يوم الجمعة لأن عطلة واللي عنده مجال، خاصة إذا كان موظف أو مدرس أو معلم أو مخرج أو إلى آخره، يجمعون يوم الجمعة لأن هو عطلتهم هي هاي الوحيدة، وحصيلة ما جمعة من أفكار ويعني منتقيات ويعني سواء مؤلفات يخلوها يوم حتى يكون يعني مصدر الإشعاع للآخرين. نعم. نعم. برأيك دكتور كيف يسهم شارع المتنبي بإغناء الحراك الثقافي في العراق؟ نعم، الشارع المتنبي أنا أعتبره المنطلق الرئيسي، وإحنا نتمنى بالمستقبل يعني، والإنسان ما يريد يعيش بس بالتمني، أن يكون الواقع الحال بالمتنبي تطور أكثر، مجالات اهتمام أكثر، لأن هذا بناء بلد، وبناء البلد هي طبعا من الثقافة ومن الحضارة اللي هي راح تصير بهذا المرتكز. إحنا إذا كان بتطوير وجانب دعم وكن نشاطات كثيرة، أو حتى إذا كانت متنوعة، نلاحظ إنه البلد يكون صاحب رقي حتى يكون مصدر إشعاع إلى جميع البلدان، لأن إحنا على قول الإمام علي عليه السلام السفر ميزان الأخلاق، ولهذا لاحظ كثير من البلدان ينتقلون إلى المتنبي حتى يشوفون الحضارات المتنوعة والأفكار اللي موجودة والتلاقح الأفكار اللي موجودة بين الناس، فيكون مصدر إشعاع. نعم. نعم دكتور، وأنت تتجول في شارع المتنبي، ما أكثر ما يلفت نظرك؟ حقيقة التنوع اللي موجود، سواء الشخصيات أو إحنا إذا كان أدبي أو مسرحي أو تاريخي أو بقية العلوم، تلاحظ هذا التنوع، لأن إحنا الإنسان يحتاج إلى الاختلاف أو إلى تنوع، فهذا هو اللي يفت الانتباه، بحيث أنت فكرك ما راح يكون مقتصر على مادة معينة، هذا الاختلاف راح ينمو عندنا الخبرة والحركة والإحساس والثقافة، ويكون مصدر تقارب أكثر من الناس. تلاحظ كثير من الأطباء يحب مادة التاريخ لأن هو مختص في مجال الطب، ويصير عنده شغف أنه يعرف عن التاريخ، وكثير من الأدباء يحبون المواد العلمية عكس ما هو مفتقده يعني. فهنا الاختلاف اللي موجود عندنا راح يصير عندنا تقارب أكثر، وهذا التنوع اللي هو نحتاجه، شلون الإنسان اللي يلبس الألوان الزاهية ويكون شدة توري الوحدة في داخل المجتمع. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لك حبيبي أستاذ حيدر. أنا وسلم أحبتي المشاهدين، نذهب معكم الآن إلى جولة في شارع المتنبي ونعود من بعد، ابقوا معنا. صباح الخير أعزائي المشاهدين،
على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة إلا أننا نشاهد إقبال كبير على شارع المتنبي، مثل ما عودناكم في كل أسبوع على تغطية مختلف الفعاليات الثقافية والاجتماعية والسياسية. اليوم معانا الفنان المبدع علي رامي. صباح الخير. صباح النور حبيبي يزن. إيش أخبارك؟ إن شاء الله الحمد بخير. الحمد لله بخير والله. اليوم إحنا نريد نستمتع معاك وأيضا الجمهور يريد يستمتع معك. إيش راح أسمعنا؟ بالخدمة راح أسمعكم أغاني طالب القرغولي هاي الجميلة الأصيلة. الله عليك. السبعينية. الله عليك. خلينا نسمع. تدللون إن شاء الله. حبيبي أنت. هذا أنا وهذاك أنت وهذاك أنت تظل بروحي ذاك أنت. الله عليك. هذاك انت ويمر طيفك واشوف مالي لو شفته، كبرنا وكبرت الدنيا بهوانا وكل حلو عرفنا. هذاك انت يمر طيفك واشوف مالي لو شفته، كبرنا وكبرت الدنيا بهوانا وكل حلو عرفته. عرفتك طير من يصدح، عرفتك ماي لو فوح، من حبك غنايانا تعلمنا وهذاك انت. الله عليك. الله. عرفتك وردة القنده، القنده برد الصبح دملها، من حبك هو تلقى هو تلقى والماي اللي غازلها. شفت بعيونك بلادي سهل وجمال والوادي، شفت بعيونك بلادي. الله عليك. الله. الله. سهل وجبال والوادي، شفت دجلة وفي مثلك يفيض بخير اللي ولهلك، وشفت موجات يا موجات مثل معاضيدة النفة. الله. 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 تتغاوى ويطنار الماي، هل هو لتفرح غمة، ومن حبك غنايانا تعلمنا. الله عليك. وهذاك الله عليك. الله عليك. حبيبي. طبعا انت مبدع وغني عن التاريخ ايضا. تسلم لي. شنو سبب تعلقك بهاي الاغاني القديمه؟ يعني صدف اسمعك تغني اغاني جديده. دائما احنا دائما الموضوع هذا دائما ينذكر. نعم. في المجالس، في المحافل، في الندوات، احنا كناس بشر بيناتنا يعني هم نتذكر. القضية هي قضية وطن، هوية. صحيح. احنا الغناء السبعين، الغناء البدوي، الغناء الريفي، الغناء المقام، الاغنية البغدادية، هذا تراث عراقي. صحيح. هوية عراقية. يعني انا يعني صدف اسمك تغني اغاني حديثة، يعني كلها قديم، كلها تراثيات. اي تراثي تراثي تراث، هو هذا، هي هوية العراق. نعم. احنا بغض النظر عن ما جاءت في هذه السنين. نعم. هاي الموجة العارمة. صحيح صحيح. بس احنا هم احنا هم نقول انه غير جيدين وليس سيئين طبعا، بس اكو ارشادات احنا من قبلنا اللي عنده خبره. يعني ايضا اكو فنانين جدد، وجه تحيه لهم، ما زالوا ملتزمين بالاغاني القديمه والالحان الجميله. صحيح. نعم صحيح.
كلهم متأثرين ويغني لهذا، بس يقول لك السوق يحرك السوق حقه. نعم حقه يعني. زين، ما أريد أطلع عن إطار موضوعنا. ايه؟ وأكيد والجو اللي مستمتعين معك. ايه؟ شو راح أسمعنا بعد؟ أسمعكم غناء أيضا سبعيني. يلا ماشي، من تراثيات قديمة. على طالبان. تكبر فرحتي بعيني واشوف الدنيا بعيونك، يمر بخاطي وغني امل وردي من اشوفنه. تكبر فرحتي بعيني واشوف الدنيا بعيونه، يمر بخاطر وظني امل ورد من اشوفنه. يا قمرة عمري من تهل يطق ويوريد الصندل، يا قمرة عمري من تهل يطق ويوريد الصندل. وحق عينك أظل أهواك، شما راد أوي من عونة. الله الله الله. هلك والعاذل يريدون وأنا وياك راد نريد، وحتشيش الناس مرمرني وخلاني قصير نريد. هلك والعادل يريدون وأنا وياك راد نريد، وحكي الناس مرمرني وخلاني قصير نري. يا دولاب الوقت بيا يا قسمة وصارت عليا، يا دولاب الوقت بيا يا قسمة وصارت عليا. يا قمرة عمري من تل يطق ويوريد صندل، يا قمرة عمري من تل يطق ويوريد الصندل. وحق عينك أظل أهواك، شمارة دوي من عوني. هلك والعاذل يريدون وانا وياك راد نريد، وحكي الناس مرمرني وخلاني قصير نريد. هلك والعاذل يريدون وانا وياك راد نريد، وخمات مرمرني وخلاني قصير نريد. يا دولاب الوقت بيا يا قسمة وصارت عليا، يا دولاب الوقت بيا يا قسمة وصارت عليا. يا قمرة عمري من تل يطق ويوريد الصندل، وحق عينك أظل أهواك، شما راد أوي من عوني. حبيبي حبيبي.
انت مبدع وغني عن التعريف. اشكرك اشكرك استاذ يزن والابداع، وشكرا لفضائيه المدى اللي دائما سباقه في تغطية أحداث القشلة خاصة. هذا واجب. نعم هذا واجب. وفعلا هي رسالتكم طبعا. نعم. وأنا أهنيكم وأشكركم. شكرا لحضرتك. حبيبي شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، بعد ما استمتعنا بهذه الفقرة لنا عودة إلى زملائي. أحبتي المشاهدين، نلتقي الآن بالشاعر وكاتب قصص على الأطفال الأستاذ قاسم سعودي. أهلا ومرحبا بك أستاذ قاسم. أهلا صديقي. أستاذ قاسم، اليوم شارع المتنبي برأيك ما أكثر ما يميز هذا الشارع؟ والله شارع المتنبي عبر تاريخه وعبر طقوسه المعرفية والجمالية، ربما أهم ملمح فيه هو المعايشة الجمالية للحدث، بمعنى أنه هناك قد تكون صباح الشعرية يعايشها المتلقي أو يعيشها المتلقي، هناك هذا الشاي الذي يعني كثير، الشاي البغدادي، أن ترى أصدقائك أصحابك، وفرصة للقاء بين المبدع العراقي أو الكاتب العراقي وبين محبيه، أيضا فرصة لشراء كتاب، فرصة للتعرف على أهم الإصدارات الكتابية، وفرصة أكبر وأجمل لبغداد، يعني الوجه الحقيقي لبغداد، الوجه الدافئ لبغداد هو شارع المتنبي. رسالة حيوية حقيقية صادقة تنبعث إلى أثير العالم، إنه إحنا أحياء نقرأ نكتب نشاكس نحب. نعم للأسف نقتل ونقتل، لكن هناك دائما ما هو أجمل في الحياة هو إحنا نعيش ونتنفس، نحاول أن نتنفس هواء نظيفا، بمعنى الوطن هذا المغلوب على أمره. أستاذ قاسم، لم ينقطع الجمهور عن زيارة شارع المتنبي في كل أسبوع، ربما هذه العادة أو هذا التقليد مستمر منذ عشرات السنين، ما سر هذا الاستمرار برأيك؟ قلت لك دائما هذا الطقس، أنت تحاول دائما أن تذهب إلى مكان يجعلك أجمل، فنأتي لشارع المتنبي صدقني حتى نكون أجمل يعني، أو حتى نهدأ قليلاً. ضغط الحياة، ثقافة العنف، ومحاولة عسكرة المجتمع، وأحياناً هذه العسكرة نبيلة ندافع عن أرضنا يعني، لكن أثرها على النفس البشرية يعني. فنأتي هنا على الأقل لنكون أجمل يعني، نحاول أن نكون أجمل هنا، نرى أصدقائنا صديقاتنا، نتعرف على كتابنا، وهذا شيء مهم أيضا. نعم. كيف تنظر إلى الأنشطة الثقافية والفعاليات الفنية التي تقام في كل أسبوع في شارع المتنبي؟ هي بالتأكيد جيدة، لكن نحن نطمح إلى أن تكون أكثر يعني، أكثر من خلال أن تكون هذه الأنشطة واعية بقيمة المبدع العراقي. نعم. يعني نفتقد إلى نشاط للطفولة هنا، وهذا مهم خصوصا نحن في العطلة مثلا، نفتقد إلى كافيهات على الأقل تكون مبردة يعني، نفتقد إلى حفلات توقيع دائمية يعني، نادرا ما نرى حفلات توقيع هنا، أصبحات موجودة وأصبحات تعتني بكل شيء يعني، ثقافية جمالية حتى في أصبحات المقام العراقي، وهذا شيء جميل أيضا. نحاول أن نحيي النهر أكثر يعني، نقيم فعاليات نهرية يعني، وهي دعوة للقائمين على المركز الثقافي البغدادي أو القائمين على القشلة أو يعني من الناس المسؤولين اللي بإمكانهم أن يقدمون شيء ما لهذه المدينة الجميلة. أستاذ قاسم، أنت تكتب قصص للأطفال، كيف تنظر اليوم إلى ثقافة الطفل في ظل كل الظروف التي يمر بها العراق حاليا ومنها مظاهر العسكرة للمجتمع؟ بالضبط، أنا عندي مشروع اسمه تعال نكتب في بغداد. نعم. ويعلم الأطفال كتابة القصة القصيرة، ومن خلال هذا المشروع تعرفت على ما تفضلت به. كنت متوقع أنه أغلب النصوص اللي ينتج الأطفال في هذا المشروع هي تحاكي هذه ثقافة العنف والعسكرة، لكن الذي فاجأني أنه عالم الأطفال الحمد لله ما زال مليئا بالبراءة يعني، يعني هناك بعض النقاط بالتأكيد، لكن الوجه الأنصع والأجمل هو أن الأطفال يكتبوا ببراءة حقيقية، بتسامح حقيقي، بحب حقيقي، وهذا المهم.
الطفل هو واحد في كل العالم يعني الطفل الذي تسقط أو يسقط بيته على رأسه هو ثاني يوم تلقاه مستعدا يعيش الحياة بكل طرق. الطفل العراقي بطل وشجاع ودائما هو أجمل من عندنا وهو أمنا في أن تكون أو في أن يكون هذا الوطن أجمل. هم هؤلاء الأطفال والحمد لله ما دخلت هاي المسائل الآن في عقولهم، قد تجد متأثر قليلا ما، لكن الحمد لله ما زالوا يعني عايشين في عصر البراءة الحقيقي. هل تفتقر المكتبات اليوم إلى قصص الأطفال وما يكتب للطفل العراقي؟ لا، هناك موجود يعني كتب، موجود نتاج، لكن منافذ التوزيع قليلة. دعم قاص الأطفال قليلة. أنا كنت مضطرا يعني لأن أطبع كتبي في خارج العراق لأن مجانا ويعطوني مكافأة يعني أحزن أحيانا، بس الحمد لله. قلت لك جماليات المشروع اللي اشتغل عليه هو ننتج قصص أطفال، نحاول إنه هاي القصص تطبع في كتب، وسنطبع إن شاء الله مئات الآلاف من الأعداد تتوزع كل مدارس العراق. يعني هناك يعني حب حقيقي للطفل للكتابة، يعني نحب أن ننقذه. هناك كتب أطفال كثيرة بالتأكيد، لكن تبقى مشكلة التوزيع والنشر وأحياناً حتى الاختيار، يعني اختيار النص القصصي الذي يناسب ذائقة الأطفال هنا. شكراً جزيلاً أستاذ قاسم. شكراً صديق على الإطلالة، والله يحفظكم إن شاء الله. أحبتي المشاهدين، جولة أخرى أخذكم فيها في شارع المتنبي ونعودكم بعدها. احتفال بالفنان محسن العزاوي، نحب أن نشير إلى أن الفنان محسن العزاوي هو من قادة الحركة المسرحية ومؤسسيها، وكان لقيادته للفرقة القومية للتمثيل العصر الذهبي للفرقة القومية للتمثيل. ولادة الناصرية سنة 1939، اقترنت ولادتي بموت الملك غازي. مات الملك غازي وأخبر الناس بموته صباحا كما قيل لي، وأمي ولدتني عصرا. سميت محسن بواسطة الجيران سعد اليهودية وهم جار في زقاق واحد، قالت لنسميه محسن، ولذلك أصبح محسن ثم محسن ثم محسوني ثم عاد محسن. درست الابتدائية، وفي هذه المرحلة لم يكن بخلدي أن أصبح ممثل أو مخرج، إنما كنت مغرم بالاطلاع على شؤون الأدب والشعر بصورة خاصة، ولذلك خصني الأستاذ عبد الرحمن والد الفنانة سناء عبد الرحمن وهو شاعر، خصني بأن أقرأ قصيدة الخميس، وكنت فيها بارعا بالانتقاء من الزهاوي والرصافي وبعض الشعراء الذين تعرفت عليهم عن طريق أساتذة اللغة العربية. مثلت في هذه المرحلة دور امرأة، البسوني شاعر نساء في مسرحية للمنفلوطي، وهي معدة من الأدب الفرنسي، وكانت الحاجة ماسة إلى فتاة، فاقترح علي أحد الأساتذة بأن أؤدي دور فتاة ملكة، واستنجد بأخي الله يرحمه عدنان الذي كان متفتح لهذه الظواهر الثقافية والفنية، فأيده في ذلك ومثلت هذا الدور، ومن ثم أسند إلي إعادة كتابة محتوى المكتبة المركزية، إعادة الكتب بتنسيق اسم الكتاب واسم المؤلف أو اسم المترجم، فتبرعت بأن أجرد المكتبة المركزية في مدينة الناصرية لوحدي،
بحدود أكثر ما آلاف الكتب، وبقيت صباحا وظهرا ومساء، حتى أن أختي كانت تجلب لي الصبر طاس في داخل هذه المكتبة وأنا منكب على كتابة هذه الكتب. وتعرفت على أسماء عديدة، تعرفت على الكثير، دوستويفسكي في وقته، تولستوي، غوركي، أسماء كانت في مدينة الناصرية، لأن هناك كان تيار سياسي تقدمي كان يشيع هذا النوع من الأدب. كان غوركي له شهرة، وكان تولستوي، وعندما اندلعت ثورة 14 تموز كانت الناصرية هي محطة القطاف اليسارية في ذلك الوقت. بعد الابتدائية انتقلت إلى المتوسطة. في المتوسطة تنبهت إلى أهمية وخطورة وسحر المسرح. عندما صعدت لأمثل مسرحيتين ليوسف العاني في وقتها 58، ومسرحية الملاح البائس، وهنا بدأ الإحساس التمازج بين روحي وبين المسرح. شعرت بأهمية أن ينصت لك الآخرون، شعرت بأنني ملك يتنقل من مكان إلى آخر والعيون شاخصة إلي، شعرت بأهمية التفاعل بين الفرد وأنا على المسرح وبين المجاميع، ذكور وأناث، شيوخ وشابات، وكلهم ينصتون لي. وبهذا بدأ من هنا العشق. أحبتي المشاهدين، نلتقي الآن بالقاص والمترجم الأستاذ حسين الجاف. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. أستاذ حسين، كيف تنظر إلى شارع المتنبي؟ هو الحقيقة متنفس ثقافي ورئة حضارية لمثقفي بغداد والمحافظات العراقية. هذا الآن صار من أهم شوارع الثقافة بالعالم. أنا أذكر في التسعينات أيام الحصار عندما كنا نتحصر على كتاب، في الحصول على كتاب جديد، كنا نأتي إلى المتنبي ونتلقف الكتب المستنسخة، معظمها كانت في السر حقيقة من بعض الأصدقاء الذين نحبهم ويحبوننا ونثق بهم. وكان هذا المكان ملجأ لكبار قنوات العالم الفضائية والصحافة في أوروبا وأمريكا. ولذلك هذا عدا كونه تاريخيا عنده دلالات عظيمة على الشارع البغدادي، أنه بنفس الوقت الدلالات الحضارية أيضا تمشي في خط متوازي مع الدلالات الحضارية. كيف تنظر إلى تنوع الكتب والعناوين التي تعرض في شارع المتنبي بالإضافة إلى ما يرافقها الفعاليات وأنشطة ثقافية؟ والله الآن هو تقريبا كل الأنشطة تقدر تلاحظها بالمتنبي. تجي إلى دار المدى تستمع إلى محاضرة أو تشتري كتب جديدة وتلتقي بأحبة من زمان مثلا ما شايفهم، تنزل تروح للبيت الثقافي البغدادي، تدخل إلى قاعة جواد سليم أو علي الوردي أو إلى قاعة الشعر، وهناك يتشنف سمعك بالعديد من القصائد، أو تذهب إلى القشلة وترى مجاميع من الشباب الحلوين اللي كل واحد منهم يتأبط عوداً أو قيثارةً أو كماناً ويسمعنا ما عنده من غناء شجير غناء. وفي مكان آخر تلتقي بأصحاب المقامات، أصحاب المقال قراء المقام العراقي. الحقيقة الآن هو ملاذ الآمن للثقافة العراقية. نعم، البعض يقول أن زوار المتنبي وجمهور المتنبي لم يعد كما كان في السابق، خصوصا مع دخول جيل الشباب إلى هذا الشارع. البعض ينتقد بعض المظاهر، البعض يعتبرهم طارئين على رواد المتنبي. كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ وهذه ظاهرة جدا 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 إيجابية بلجوء الشباب إلى هذا الشارع وتوجههم نحو القراءة ولقائهم برموز الأدب والثقافة واطلاعهم على أحدث مستجدات الأمور السياسية والثقافية. هاي في كلها في بحد ذاته حالة إضافية ثقافية مضافة إلى شخصية الشاب العراقي
الذي يتوثب حقيقة إلى كل ما فيه خير وسعادة هذا البلد. نعم، برأيك شارع المتنبي اليوم ماذا يمثل في المشهد الثقافي العراقي؟ ماذا يمثل بالنسبة للمشهد الثقافي العراقي؟ له دور مهم في إعداد الكتاب، في تهيئة المحاضرة، في استقبال الناس، في إسماع الناس بحلو النشيد والقصيد والموسيقى. هاي المسائل كلها موجودة في شارع واحد. أنت تجي داخل في حديقة الفنون لتتذوق من كل ركن من أركان الفن ذاك. إلى ماذا يحتاج شارع المتنبي برأيك لكي نحافظ على هذه القيمة الثقافية؟ على الدولة أن تنتبه إلى هذا الشارع الذي يتميز بخاصيتين مهمتين. أولا الخاصية التاريخية باعتباره قريبا من سوق الوراقين، وهو سوق السراي الآن بين مكتبات وقرطاسية، وأيضا له مدلولة حضارية باعتباره صار بؤرة من بؤر التنوير الثقافي في العراق. على وزارة الثقافة وعلى الحكومة العراقية أن تهتم بهذا الشارع وتهتم بالمكتبات وتهتم بمقهى الشابندر باعتباره نقطة تجمع الأدباء والمثقفين العراقيين. هذا الشارع بالنسبة إلى شارع المتنبي، تحدثنا احتياجات المتنبي، ماذا عن المثقف العراقي اليوم الذي يرتاد هذا الشارع؟ إلى ماذا يحتاج المثقف العراقي لكي يقوم بما عليه من مسؤولية تجاه البلد والمجتمع؟ أنا أؤمن بالمثقف العضوي الذي له وظيفتان، وظيفة اجتماعية ووظيفة ثقافية. الوظيفة الاجتماعية وهو العمل على التنوير والعمل على محاربة الأفكار المتخلفة والعادات الاجتماعية البائدة الموجودة لا تزال راسخة في أذهان العيال، وأن يعلو على الطائفية وعن التخندق العشائري وعلى ثقافة اللون الواحد. نحن الآن العراق أشبه ما يكون بحديقة متنوعة الأزهار والورود، فلكل وردة شكل ولون ورائحة مختلفة عن الأخرى، ولذلك بمجموعة تشكل عطر ولا أي عطر منتج في معامل العطور الأوروبية الكبرى. شكرا جزيلا لك أستاذ. أحبتي المشاهدين، مع جولة أخرى في شارع المتنبي أترككم ونعود بعد ذلك. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين مع فقرة أخرى من فقراتنا في شارع المتنبي، ومعنا فرقة موسيقية جميلة. صباح الخير. صباح الأنوار أستاذ يزن، يا رب الله يحفظكم إن شاء الله، وأحلى قناة المدى، يا رب الله يحفظكم مرة ثانية. شكرا لحضرتك. شو راح تسمعونا اليوم؟ والله إن شاء الله نسمعكم من طرب الأصيل للقيصر الأستاذ كاظم ساهر. نسمع؟ إن شاء الله. ولا ترجع منا دنيا وبيها
عن عني وعنك ما أرضى بلا حب ولا ترجع منا سلمتك بيد الله سلمتك بيد الله الفرقة الموسيقية معاك مبدعين، ليش لهم بالذات اختاريت أغنية سلمتك بيد الله؟ احنا مو القصد انه يعني عندنا فد غاية انه على شخص او نعم. لا ما عندنا هذا، بس احنا اليوم نحاول انه عندنا هواي لقاءات وياكم نعم. ما شاء الله يعني نعم. عندنا لقاءات هواي وياكم، فنحاول نغير يعني نغير اللون ونغير الكلام واللحن، فاليوم ما يمكن اول مرة نغني سلمتك بيد الله على قناة المدى. بهاي المناسبة طبعا نقدم التحية إلى كل إدارة القشلة وإلى كل الضيوف اللي يجون في القشلة والمتنبي، وأقدم تحية إلى رابطة فنانين القشلة. هم هم أيضا مبدعين وكل أسبوع احنا دايرونها بأغاني جميلة جدا وشعراء أيضا مبدعين، ومن هذا المكان ومن هاي القناة المبدعة والرائعة والسباق الحدث طبعا عندنا تشكيله هسه جديده ان شاء الله بعد رمضان اذا الاخنا طيبين، من مبدعين من عازفين راح يجون، حتى عازفين اورج عازفين كمان، واقدم التحيه الى استاذ محمد الشرقي والى استاذ حسام. فرقه يعني ايضا هو فرقه مبدعه يعني كل اسبوع ينورونا بلقاءاتنا. نعم احنا اليوم بس تحيه انه يعني اليوم عز علينا انه في شيء يعني انا ما انكر هذا الشيء. الف تحيه الى الطفل العازف الرائع عمر عبد الوهاب. وألف تحية للعازف أخوه محمد عبد الوهاب، ويا رب إن شاء الله اللقاءات إن شاء الله المقبلة. إحنا ما أريد نخرج من إطار يعني هاي الجلسة الحلوة، شو راح سمعنا بعد؟ إن شاء الله نسمعكم هواي أشياء. خلنا نسمع. نسوي شلك عليها زمن.
لا لا تهيج الروح، لا 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 تهيج الروح خليها سكتة، لا لا تهيج الروح خليها سكتة، وجناحي كان جناح، وجناحي كان جناح، وانت الكسرت انت الكسرت، مر كم شتا وكم صيف انا مر كم شتا وكم صيف وانا برجة هواي، ومن عادة النهران يا يزن ما تنكر الماي، ما تنكر الماي، وش لك علي يا زمن وش رايد، وانطيتك اللي ردت مني وزايد، وش لك علي يا زمان وش رايد، انطيتك اللي ردت مني وزايد، ضحيت بغل احبابي وخسرت كل اصحابي، ضحيت بغل احبابي وخسرت كل اصحابي، شتريد تاخذ بينت ومعاود، شلك علي يا زمن وش رايد، شلك تاخذ بيني ومعاود، شلك علي يا زمن وش رايد. طبعا شكر خاص لك، وايضا شكر للفرقه الموسيقيه اللي منورنا في كل اسبوع. الله يخليك استاذ يزن، والله يوفقكم ان شاء الله، واحلى قناه ان شاء الله قناه المدام، ربي كل توفيق لكم. شكرا لك، شكرا لك عازفنا المبدع. نعم 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 نعم، شكرا ايضا للعازفين، شكرا لكم، شكرا لكم. اذا اعزائي المشاهدين، بعد ما استمتعنا بهذه الفقره لنعود الى احبتي المشاهدين، نلتقي الان بالفنان المسرحي الاستاذ بشار طعمه. اهلا ومرحبا بك استاذ بشار. شكرا جزيلا حبيبي استاذ حيدر، شكرا جزيلا. استاذ بشار، برايك ماذا يمثل شارع المتنبي بالنسبه للمثقف العراقي؟ شارع المتنبي يعني المتنفس الوحيد للفنان العراقي والاديب والمثقف والروائي، يعني تلتقي في شارع المتنبي في كل الشخصيات المهمه، يعني في الادب، في الثقافه، في كل شيء، في السياسه، يعني حتى في القشله، يعني انت تشوف هناك تجمعات ثقافيه علميه، نقاش حوار على البرلمان، على الوضع العام. على الان احنا نحتفي بالفنان محسن العزاء في قاعه المدى، وهذا فد شيء مهم. كنت قبل قليل اتحدث عن تجربة هذا الرائد المسرح الكبير. يعني شارع المتنبي، يعني هو أقول لك أختصر بجملة واحدة، هو المتنفس الوحيد إنه في يوم الجمعة، هذا شارع المتنبي، ليس كمقهى أو ملتقى أو شيء تأخذ صور به وتنشرها على الفيس أو ما شابه ذلك، وإنما هو أن تلتقي بزملائك بأصدقائك، تجدد حياة يومية من هذا الهم، الهم الكبير، الهم السياسي، الهم الفوضى الموجودة بالبلد، فتحاول تنسى في هذه الساعات القليلة هذا الهم. بسبب الظروف التي يمر بها المجتمع العراقي اليوم أستاذ بشار، والثقافة العراقية والمسرح العراقي، هذه الظروف التي تلقي بظلالها على الحركة الفنية في العراق، يلجأ بعض الشباب من الموهوبين أو دارسي الفن إلى إقامة عروض فنية، عروض مسرحية في ساحات شارع المتنبي، كيف تقيم هذه العروض؟ طبعا هو العروض في شارع المتنبي هو الهروب من الانتاج، لان اولا عدم وجود اعاد عرض للشباب. لا. هذا واحد. اثنين، انت من تريد تعرض على المسرح الوطني، يعني المسرح الوطني اولا محجوز، هو المسرح الوحيد، مسرح الرشيد مغلق، مسرح المنصور ما نقدر ندخل له، مسرح الاحتفالات ما نقدر ندخل له، مسرح بغداد صار مكب للنفايات، هذه المسارح الان وين صار المتنفس الوحيد للشباب
في مسرح سامي عبد الحميد والمسرح الصيفي. يعني الشباب ماكو أفضل من هاي الفرصة أن يعبر عن آرائه وعن ما هو يقوم به ومن عروض مميزة لنخبة. يعني أنت وين تلقى النخبة تعرض لهم؟ الآن المسرح التجاري غطى على هذه العروض. يعني تشوف عروضنا في المسرح الوطني ما تتجاوز يومين، يعني عرض مهم جدا يتجاوز يوم عرضه يومين. ليش؟ أولا يعني أنت تعرض للنخبة ما تعرض للعامة، وحتى العامة ما يجون لهكذا عروض، يعني عروض جادة ما حد يجي، وإنما يريدون مع الأسف يعني الأعمال اللي بها خلينا نقول إسفاف زايد. ولهذا تشوف المتنفس الوحيد للشباب هو شارع المتنبي. لماذا أصبحت ذائقة الجمهور العراقي اليوم تذهب أكثر باتجاه المسرح التجاري ولا تتذوق العروض الجادة؟ أين هو جمهور المسرح العراقي الذي كان مضرب أمثلة بالنسبة لجمهور المسارح في الوطن العربي بأكملة وليس فقط في العراق؟ لا، هو ظاهرة ترى موجودة في كل المسارح العربية. لا، يعني شاهد المسرح الخليجي، الكويتي، المصري، نفس الشيء. الآن العراق صار أصبح نتاج لهذه المسارح. وبعدين العراق يعيش الآن ظرف صعب، الناس تريد تنهزم من التلفزيون، من الأخبار، من الصراع السياسي، من الفساد، فتهرب إلى هذا، يقول لك عسى وأنا أضحك لفت ساعة ساعتين حتى أرتاح شوية. ولهذا يعني مع الأسف هسه صار المسرح هو عاوز كده، يعني على المثل المصري القديم الجمهور عاوز كده، فبدأوا يعرضون على هذا الشكل. كيف تنظر إلى واقع المسرح العراقي اليوم؟ مع الأسف في ركود عام لعدم وجود الإنتاج، ماكو إنتاج لأنه موارد مالية ماكو. الآن المسرح الوطني مطلوب بحدود مليار دينار عراقي، يعني ما عنده يوفي ديون عقود وكهرباء ومي وما شابه ذلك، ولهذا يعني يبقى راكد المسرح العراقي. هل الإنتاج هو المشكلة الوحيدة التي تواجه اليوم الحركة المسرحية في العراق أم أن هنالك عوامل أخرى؟ لا، الإنتاج أهم شيء في كل شيء، في السينما، في المسرح. إذا ماكو إنتاج أنت ما تقدر تقدم عمل. شلون تقدم عمل وما عندك ديكور، ما بي ملابس، ماكو قصة، ممثلين يريد لهم أجور، مخرج يريد أجور، مؤلف يريد أجور، منين تنطيهم ذولا؟ وماكو لا، هو أهم عصب الحياة الإنتاج. إذا ماكو إنتاج ماكو مسرح، إذا ماكو إنتاج ماكو تلفزيون، إذا ماكو إنتاج ماكو برامج، ماكو فضائيات، إذا ماكو تمويل لأي قناة أو لأي مسرح والغير ماكو إنتاج. حتى القنوات الفضائية انسحب عليها هذا. إذا ماكو تمويل من جهة معينة ماكو استمرارية. وأنا عملت في فضائيات في السومرية وفي قنوات أخرى، أي أهم شيء هو الإنتاج. إذا ماكو إنتاج ماكو برامج. برأيك اليوم كيف تحل أزمة الإنتاج؟ من خلال الدولة، من خلال المستثمرين، يعني من خلال التجار؟ يصير عندنا ثقافة الرعاية. رعاية مثل من وزارة النفط، رعاية من آسيا سير، رعاية من هاي الشركات أو المعامل أو غيرها، لازم رعاية حتى نمشي أمور المسرح ونمشي أمور التلفزيون. إذا ماكو رعاية ماكو مسرح، لأن الدولة ما تنطي فلوس، ما تنطي إنتاج لا للقنوات ولا تنطي للمسرح، يعني تنطي مجرد رواتب. هذا خو ما يدفع راتبه حتى يصنع مسرحية، ما ممكن. ونفس الشيء بالقنوات التلفزيونية، ما يقدر يستمر إذا ماكو تمويل، يعني تمويل من جهات مثلا برعاية فلان وزارة، هذا البرنامج برعاية كذا، وانت تشوف قنوات أخرى محترمة أو معروفة يعني تقدم برامج ترفيهية كلها برعاية وملايين الدولارات. أحد القنوات في برنامج معين ربحت 120 مليون دولار ما عدا الصرفيات الصرفتها، يعني هذا علم، هذا إنتاج. ما ممكن أنت تقدم عمل بدون إنتاج. شكرا جزيلا لك أستاذ بشار على هذا اللقاء. شكرا حبيبي أستاذ حي. أحبتي المشاهدين، مع جولة أخرى في شارع المتنبي لنعود من بعد ذلك ونكمل حواراتنا، ابقوا معنا. المشاهدين، نلتقي الآن بالفنان المسرحي الأستاذ ضياء قهار. أهلا ومرحبا بك أستاذ ضياء. سعيد بلقائك. أنا أسعد. أستاذ ضياء، كيف تنظر إلى شارع المتنبي، هذه الظاهرة الجميلة التي تأخذنا بأحضانها في كل أسبوع، ملتقى للأدباء والفنانين والإعلاميين وكافة المهتمين بالثقافة؟ المتنبي أصبح له دور كبير في
التئام شمل المثقفين والأدباء والفنانين، بالدليل احنا قد نكون الأسبوع كله مشغولين، الطالب في دراسته والموظف في مؤسسته. الحلو والجميل انه صار يعني غير الوقع الثقافي، هو صار الى وقع اجتماعي يعني، فانه التقي انا نادي اجتماعي، اصدقاء كثير مثلا صار فتره ما شايفهم من المحافظات، كانوا زملاء وياي طلاب، احيانا التقي بهم بالصدفه. كثير من المغتربين من الادباء والشعراء والفنانين احيانا يكون ملتقانا في هذا المكان. أنا أعتقد أنه المتنبي أصبح صرح حضاري، مو على صعيد عربي أو على صعيد محلي، بقدر ما أنه هو صار ظاهرة عالمية، بالدليل أنه احنا نشوف كثير من المراسلين العالميين والفضائيات تجي تنتقي مشاهد من هذا المكان يعني. نعم. فأهميته تكمن الآن على صعيد اجتماعي وعلى صعيد ايديولوجي سياسي، على صعيد توعية، حتى على صعيد جماهيري. احيانا ان نشاهد كثير من الشبيبة يعني منطلق تظاهرات، صار يعني حراك سياسي واجتماعي وثقافي في 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 وقت واحد يعني. بالتأكيد. أستاذ، اليوم كيف نرتقي بواقع الفنان العراقي، بواقع المثقف العراقي، وبالتالي واقع الفن العراقي والثقافة العراقية بأكملها؟ والله ارتقاء الواقع الفني والثقافي العراقي يحتاج يعني ضمائر نظيفة، مؤسسات، ويحتاج منهجية. يعني هناك سبب الالتباس السياسي بالعراق، اكو نوع من الفوضى السياسيه والعبث السياسي ينسحب على المشهد الثقافي، ينسحب على المشهد الابداعي، ينسحب على المشهد الجمالي. غالبا انا كمسرح يعني، انا اعتقد المسرح يتربى في مناخ سياسي بنوع من التوازن يعني. نعم. هذا التوازن يخلق نوع من انه الجمهور الان يتحاشى انه حتى يروح يشاهد عرض لاسباب، ورغم ذلك يروح يعني. نعم. بس يحتاج نوع من الاستقرار. الاستقرار السياسي هو اللي يدفعك انه تقدم المشهد الابداعي، يصير رقي بالتلقي، يصير رقي كمجتمع. احنا اكيد من يكون اكو وضع اقتصادي وسياسي مستقر، انا باعتقادي راح، لانه هو نتاج الفن والادب، هو نتاج مجتمعات. طيب أستاذ، برأيك اليوم هؤلاء الشباب الموهوبين فنياً وهذه المواهب الشابة، كيف من الممكن استثمارها؟ علماً أن هذه المواهب أبصرت النور في ظل الظروف التي تعيشها الثقافة حالياً، غياب المسارح العراقية، نقتصر فقط على مسرح الوطني فقط. أيضا هنالك الكثير من الأمور التي تلقي بظلالها الثقيلة على الحركة الفنية بالعراق، فبالتالي ليس هنالك من متنفس أو ساحة لكي تطور هذه المواهب الشابة من إمكانياتها. إذن كيف من الممكن اليوم أن ننمي هذه المواهب وأن نستثمرها بالاتجاه الصحيح؟ باعتقادي أنه يعني يحتاج الموهبة عند الشباب لا يكفي يعني. نعم. موضوع الموهبة لا يكفي، يحتاج الفن، يحتاج إلى تضحية، إلى حب، إلى نضال للوصول إلى منطقة الإبداع. نعم. هذا جانب يعني، لا يكفي أنه أنا أحب العود أنه أكون عازف عود، ولا يحب أنه أنا أحب التمثيل وأكون ممثل، ولا يكفي أنه أحب السينما وأكون ممثل سينمائي أو مخرج سينمائي. يحتاج دربة، يحتاج قراءة، يحتاج مطالعة. إضافة أنه أنا أوصي أنه الرواد مثلا أو اللي يقودون الحركة الفنية الآن يجب أن يكون فرز. هناك انتقاء الالتماعات عند كثير من الطليعة المسرحية والسينمائية، نشوف كم هائل من الأفلام
كم هائل من الأغنية الشبابية، كم هائل من المسرحيين الموهوبين، لكن هذا لا يم... لا لابد أن يصير فرز يعني. الالتماعات الجيدة تستمر بمشروعها، وأكو ناس لا يمتلكون الموهبة والعلمية في هذا المجال، فأعتقد هنالك تشويش بالمشهد عند الطليعة المسرحية والسينما والفن بصورة عامة. يعني لازم أكو لجان هناك تقيم إنه هذا المشهد يستحق أن يقيم، هذا الفنان السينمائي يمتلك الموهبة أو نوعا من الوعي أو الاطلاع، كيف أنه ممكن أخليه بالصدارة يعني. يعني أنا مشكلة الآن بالمشهد الفني، يعني إذا تشوف أنه مطربين أكثر من الجمهور، وهذا ما ممكن يعني. السينمائيين شباب أكثر من الجمهور يعني، معقولة العراق أو كل أي بقعة بالعالم تفرز هلقد فنانين يعني؟ كل الشعب كل الشعب يغني. اي فيحتاج يعني. انا اعتقد هي يعني الفنان استثناء بالتاكيد يعني. طيب اختلاف الفنان عن الاخر هو مختلف بالفعل، بالحس، بالتعبير الذاتي، باطلاعاته، حتى باناقته، بسلوكه، بالتاكيد. طيب استاذ، اليوم البعض يقول ان مشكله المسرح العراقي بل الثقافه العراقيه باكملها والنشاط الفني هي مشكله انتاج فقط، برايك هل الانتاج هو واحده من يؤثر اليوم على الحركه المسرحيه في العراق؟ والله مفصل مهم. مفصل مهم هو الانتاج، هاي بالدرجه الاساس يعني. ما خلي ما نتكلم عن مساله الوعي. المسرح عمل جماعي يعني. انا الان من ابلش تمرين واجيب لي حتى لو 12 13 طالب اريد اطلع بهم عمل جميل، افكر انه هذا الطالب شلون راح يجيب من بيته اجره السياره، وشلون يرجع، ايش راح يتغدى، هاي يعني ابسط التفاصيل يعني الحياتيه اليوميه. زين، عندك ديكوريس، عندك ابو اضاءه، عندك ابو موسيقى، عندك مؤلف، يعني هاي المفاصل الجماليه كلها هاي. ما اعتقد انت تريد تبني بيت وانت ما عندك فلوس طابوقه. بالفعل هذا مفصل. المفصل الثاني، احنا يجب الان اكو مشاكل بالمدارس الفنيه نفسها يعني. طالب ما يعني يجي يمثل ويخرج وقد ياخذ جوائز على فكره، بس هو ابجديات المسرح ما يعرفها، الوقفه على المسرح ما يعرفها، ما يعرف منه مثلا مدارس التمثيل. عندنا ستانيسلافسكي، المخرج العالمي الالماني بريخت، مايرخول، هاي الاسس يعني. بالدليل انه تناقشت في يوم ويا احد الشباب قلت له يعني انتوا لازم تعرفون هاي الاسس، قال مو بالضروري يعني. الحداثه الان هو فاهم الحداثه بهالشكل. قلت له يصير واحد يعزف ما يعرف النوطه، ما يعرف يدوزن العود؟ قال لا. قلت له اذا انت ما مدوزن العود وتريد تمثل يعني هو فاهم الحداثه انه خروج عن المألوف وعن القوانين والكلاسيكيات القديمه. طيب اذا حتى اللي خرجوا عن المألوف الدادائيين والسرياليين اكو مقومات على ضوء، بالتاكيد، اكو ايديولوجيا. لكن مثل اللي ضربته انه هو يريد ان يخرج عن الحداثه بدون فهم القوانين والقواعد. ما عنده معرفيه. طيب ما اذا انت ما فاهم اصلا شنو القانون، كيف راح تعرف كيف تخرج عنه؟ هاي واحده من الاشكاليات العامه يعني، وصعب لانه صاروا عدد كبير يعني يفكرون بهاي المنطقه يعني. ويعني هاي يحتاج احنا يعني قلت لك يعني من البدايه يعني من النبته. هو اذا انت نشات بشكل جيد يعني، احنا كان المعهد عندنا معهد الفنون جميله، درسونا اساتذه يعني علمونا المسار الصحيح، مثل الله يرحمه فاضل الصفار، استاذ حامد خضر الله يرحمه، كان استاذ وصوفي ومربي بنفس الوقت، مدرس تمثيل واخراج. بالأكاديمية كذلك يعني عندنا أساتذة درسوا برا، ووعيهم الجمالي والتنظيري ومعلمين، هاي ممكن تمنحنا شيء أرضية ولو 20%، والباقي الاطلاع الخارجي، المتابعة، متابعة العروض، المشاهدة، القراءة، تدريب المخيلة، هاي التفاصيل كلها هي أعتقد يعني. هو التثقيف الذات هاي قضية مهمة تدفع الفنان. شكرا جزيلا لك أستاذ على هذا الحوار. شكرا جزيلا. سعيد بلقائك. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، جولة أخرى في الشارع المتنبي، ونعود من بعد هذه الجولة، ابقوا معنا.
أحبتي بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج صباح المتنبي. ملتقانا وإياكم يتجدد الأسبوع المقبل. نشكر لكم حسن المتابعة، دمتم وإلى اللقاء.